مساء الخير يا شباب، اخباركم ايه؟ هنكمل كلامنا النهارده عن how does ADSL work. هنتكلم النهارده برضو عن موضوع مهم، هو موضوع البابليك وين. البابليك وين انا بتكلم هنا عن الشبكه الرئيسيه بتاعتي اللي من خلالها بقدر استقبل داتا وبقدر من خلالها ابعت داتا لاي سيرفر على مستوى العالم. اول حاجه لازم اعرفها ان البابليك وين عندي بيتقسم لاكتر من نوع. النوع اللي هنتكلم عنه هو البرود باند، ونوع البرود باند ده بيتقسم لثلاث انواع. اول نوع عندي هو الدي اس ال او الديجيتال سبسكرايبر لاين، وده تقريبا اللي بيستخدم في كل البيوت بتاعتنا، اللي هو ان انا بقدر احصل على خدمه انترنت عن طريق خط التليفون الارضي. والنوع التاني هو الكيبل تي في، وده مش بيستخدم بشكل كبير جدا، بيستخدم في بعض المناطق في اوروبا، وهو من خلاله ان العميل مثلا بيبقى عايز يتفرج على بعض القنوات من خلال خدمه الانترنت، فبالتالي بيوصل له كابل اسمه كيبل تي في، وده من خلاله برضه بيقدر يحصل على خدمه الانترنت. والنوع الثالث هو الساتلايت او ما يطلق عليه بالفيسات. اول حاجه عشان العميل يقدر يوصل له خدمه الانترنت في الديجيتال سبسكرايبر لاين او كخدمه دي اس ال، لازم يبقى عنده خط تليفون ارضي. فهنفترض دلوقتي ان العميل ده لسه ساكن جديد في منطقه معينه، زي مثلا منطقه زي مدينه نصر، والعميل ده عايز يوصل خدمه تليفون ارضي وعمل التعاقدات اللازمه عشان خاطر يوصل له خدمه تليفون ارضي. الشركة بقى بتبدأ تعمل ايه؟ دور الشركة الاتصالات اللي بتوفر له او بتمد له خط تليفون ارضي، ايه الدور بتاعها او ايه الدور اللي بتقوم بيه عشان توصل له خط تليفون ارضي؟ اول حاجة الشركة دي بيبقى عندها سنترالات كتير متوزعة على مستوى الجمهورية، كل سنترال بيغطي منطقة معينة. فلو العميل ده في مدينة نصر بيشوف اقرب سنترال ليه في مدينة نصر، السنترال ده بيبقى فيه سويتش، السويتش ده بيسمى البي اس تي ان او البابليك سويتش التليفون نتورك. هو ده السويتش اللي بيغطي لي او بيبع فيه كل الخطوط بتاعه التليفون الارضي اللي بتبقى موجوده في المنطقه، ومن خلاله ببدا امد خط للعميل من البابليك سويتش التليفون نتورك لحد ما يوصل اقرب بوكس في الشارع او اقرب بوكس للعماره بتاعه العميل. بعد ما بيوصل الخط بتاع العميل من السويتش لحد البوكس اللي موجود في الشارع، البوكس ده بيبقى فيه موديولز. ايه الموديولز دي؟ الموديولز دي بتبقى زي مخارج كده، مخارج بتبقى موجودة في البوكس نفسه. بيبقى عندي كل موديول بيبقى فيه 10 خطوط، كل موديول بيبقى فيه 10 خطوط. ولما بنيجي نتكلم عن كلمة خط، الخط يعني بتكلم عن الفردتين، لان العميل لما بيبدأ يوصل له الخط لحد ما بيوصل لحد البيت عنده، اللي بيوصل له فردتين، هو بيوصل له خط التليفون الارضي بيبقى عبارة عن فردتين. فانا الموديول بالنسبه لي هو 10 خطوط. فلو افترضنا ان احنا عندي البوكس ده مثلا بيغطي لي 4 عمارات، فانا عندي مثلا هنا عندي سي 50 خط، فانا عندي كده 5 موديول هنا وخمسة موديول هنا وخمسة موديول هنا وخمسة موديول هنا. فانا بافتراض دلوقتي عندي عمارة معينة، العمارة دي فيها 50 خط، وعايز العمارة دي يوصل لكل شقة فيها خط تليفون ارضي. بافتراض ان انا عندي العمارة دي زي ما قلت هيوصل لها 50 خط، وعندي العمارة دي بتتكون من 5 ادوار، فكل دور بيبقى فيه 10 شقق، فانا كده عندي عايز اوصل لكل شقة خط تليفون ارضي. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان انا ببدأ اخد من الموديول بتاعي من ال50 خط دول، ببدأ اوزع عندي على كل دور في العمارة، بيبقى في عندي بوكس كده موجود، بوكس بشكل صغير كده بيبقى موجود في كل دور. البوكس ده ممكن يبقى عندي فيه ال10 خطوط بتوعي اللي ببدأ أوزع كل خط بوصله على كل شقة موجودة عندي في العمارة. يعني لو ده 10 خطوط فعندي على 10 شقق، فهوزع لكل شقة خط تليفون أرضي. وده اللي بيتم بالظبط في توصيل خدمة التليفون أو توصيل خط التليفون لحد ما يوصل لحد العميل في البيت. دلوقتي العميل خلاص وصل خط التليفون الارضي عن طريق زي ما قلنا البابليك سويتش التليفون نتورك اللي موجود في السنترال. طبعا دلوقتي العميل عنده وصل التليفون الارضي بتاعه وعايز يبدا يعمل مكالمه، عايز يكلم اي حد موجود في اي مكان او في اي منطقه تانية. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بعد ما بيوصل خط التليفون بتاع العميل لحد البيت عنده، في عندي بيبقى سنترال رئيسي او سنترال مركزي. يعني لو بنتكلم عن القاهرة، السنترال المركزي بتاعي هو سنترال رمسيس. بيبدأ يوصل برضو خط من السويتش بتاعي اللي موجود في مدينة نصر او البي اس تي ان سويتش لحد ما يوصل لحد سنترال رمسيس، وسنترال رمسيس برضو
ده بيبقى مجمع كل الخطوط بتاعة التليفون اللي موجودة على مستوى الجمهورية. فلو العميل مثلا عايز يوصل خط، عايز يوصل أو يعمل مكالمة من عنده لحد أي مكان تاني، لازم طبعا الإشارة اللي بتتنقل أو الإشارة الأنالوج بتاعتي اللي بتتنقل لازم بتعدي على إيه؟ على أجهزة السويتشات أو على جهاز السويتش اللي بيبقى موجود في السنترال المركزي. وفي نفس الوقت السنترال المركزي ده بالنسبة لي بيبقى واصل على خطوط العملاء اللي موجودين في أي مكان تاني في الجمهورية أو في العاصمة نفسها. يعني ده مثلا سويتش موجود في سنترال تاني، ممكن يبقى السنترال ده مثلا في منطقة تانية زي شبرا، زي المعادي، أي منطقة تانية، وواصل برضو على السنترال الرئيسي بتاعي اللي هو سنترال رمسيس، ومن خلاله طبعا واصل بنفس الطريقة لحد ما يوصل لعميل تاني. فبيحصل أول لما العميل بيبدأ يتكلم أو بيطلب رقم العميل الآخر عشان يقدر يعمل مكالمة، فبيحصل إيه؟ بيحصل إن في إشارة بتتنقل من خلال كابلات بتبقى موجودة. الكابلات دي اللي هي بتوصل ما بين السويتشات وبعضها، وما بين السويتش لحد البوكس لحد العميل. الكابلات دي بتبقى كابلات كات 3، كابلات كات 3. تبدأ الإشارة بتتنقل لحد ما بتوصل للسويتش. أول لما العميل بيبدأ يتكلم بيحصل زي سيركت كده، دايرة بتتقفل ما بين السويتشات وما بينها وبين بعضها لحد ما الصوت ده أو السيجنال أو الإشارة الأنالوج دي بتبدأ توصل للعميل التاني. بتبدأ تتحول عن طريق دايرة إلكترونية تبقى موجودة في التليفون نفسه، بيبدأ بيتحول الصوت ده بيتحول عفوا الإشارة دي بتتحول لصوت، بيبدأ العميل يستقبل المكالمة وبيبدأ يبعت نفس الكلام، يبعت الصوت بتاعه لعميل آخر. ده بالظبط اللي بيتم في حكاية نقل الصوت.